الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحقصوا لحد الكتاب كيني ألفيها ألفية السيودي رحمه الله، وفي مصطلح الحديث وحنسو قارني رواية الأكابر عن الأصاغر والصحابة عن التابعين. رواية الأكابر ددوا وين إني وحكوريان عن الأصاغر ددرير والصحابة، والرواية الصحابة صحابة رواية ذا عن التابعين إيه كوريان. أصل كسيدة جادلة وحوي ددك يرياري إني ددك وين وحكوريان سيدة غالب كأ وددك وين وحلا غبرتو مس تابعين تو صحابة إيه كوريان. لكن مربع عكس لعكراه قفكي قف ما أنت مارك إساء كير إنه حديثك علمي وكقاته سيدا درتيت لما رهن باب لو مقنتين رواية الأصاغر عن الأكابر صوت تسوى سيدا عادلة وجادلة. لكن طريقة اللي يقانو وحي خلاف سنة أيا برك باب لو قنتو لعله دي لعله نن شيخ وينه أرض إنه كور يو أما نن كير أما أب إنه ويل كيس أو كور يو مقرتي مس صحابي إنه تابع أو كور يو باب كاسة وحالي رواية الأصاغ أكابر عن الأصاغ مرك الشيخ أرض كيس كور يو أب ويل كيس كور يو صحابي ما أنت ما أركيس تابع كور يو إيه لعل هدي أي لعذ وين لعذ النبي عليه الصلاة والسلام إنه صحابة دي سوء وحكور يو مرك ورواية الأكابر عن الأصاغر رواية وحال أجي هاي خبر الجصاصة خبر كل يرى هذا إنه النبي أو تميم الدار أو كور يو صحيح مسلم كسوان الجصاصة دون كل يحوي وابهل دجال كجاسوس وآه مركة تميم الداري دور أولى سعودي انتي لصب بيسي اي مال جزيرة وعدلاء اي مارت اي دم بذين مركة دمبا بحلا ويميت تمام بدانا هرتي أفكي سي دمبا دي سأن لك لقرني ورمحاتي جزيرة عربة كنميدو وحاولا ننك ميشا استوغا خبر كينا ربك علي هذين ماشي قلت لك من وين ومالك حر حرنا قلت لك انا مركز وكور صدي وحياله ورصدي وحاكم اذا نبي امين ثم السوء بحي ها بان كنر نخل بيسان مال يرى ما بحيسا ها وبحيسا هذيك مركز وحير هذي من نبي امين ثم السوء بحي وقت السوء دين لها وائل لو ذهي النبي يقول مركز كور عليه الصلاة والسلام أيو دجال صحابة وشي كي مركز ويري هذا الكان أو تميم الداري أو إي شيء وحو وافقي هذا الكيان إذن شيء جيرو دجال كوساب سنة مركز تاسع أصلوها دي الرسول كعيد كوين ابن آدم مجرته خير خلق الله واي ومع ذلك ننكا صحابي أيو وحكوري وحاكلوا لعضي قصة كلا جرتو النبي عليه الصلاة والسلام وحالله صلى الله عليه وسلم نين ابن سيف دي يزين اللي يراهدو مر يمن انتو ونولا اسلام كو اوقارو لين متنبئو نبي نما بيانا الشيغان اي او كسوا بحي نين كاس نين هرو بقر هاجر او دالي انتو اسلامي ايو نكي منتربيا اولاد دقالمي مركاسا وحا ورمي كتاب القرآن النبي عليه الصلاة والسلام مركاس وحوله هاي وأن مالكا يعني يا ابن مرارة اللي يرادو حدثني وحوش يقول أنك أسلمت وقاتلت فأبشر بخير إن ننكاس شيطان كان لدك على انتي أبشر بخير النبي مركي قصة يوكوري ننكا اللي يرادو مالك ابن مرارة أيو مركو وكوريو مركاسو قصده وشيغو ننكي لدقالما ننكي متنبئة
أيوه النبي قري مركب حيل الأساس كده وكاسو ده رسول كحدك وينو بن آدم ملاهن وكشرف بدن ومع ذلك تض أيوه حكوري النبي عليه الصلاة والسلام شيخ وحير وقد روى الكبار عن صغاري في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما وعلم ذا أفاد الله يظل قلبه الإسناد وقد روى ويوري الكبار ودتي واوينا عن صغاري ضد اليري كورينا في السن كغير وحق الداء كغير أو في العلم أما حق علمك كغير قف كذا حتى أقونت علمي كغير هاي أضوح كور سوى صغير سوما أديكو يرانتي علم كوب اللابو نن شيء خبا أيا نن كدأوي لكن مرضا بعلم يرو أيضا بلاوي أديكو مقدار كأقوك اللي يمشى كجوك تأن وح كجارين حدي أضوح كور سوى كتاب أتك آخر سته دوا كايري وحاجة من قدار كايري هاي ولو دا ذهب كوين هذه دا ذهب كوين هذه أو فيه ما عمل الله ضرب كغير حاجة علم جا يو حاجة دا ذب ما أنت ما أركز كغير أي مرت أي كوريان مركا تاس مركا واحد لحظي أو صحابة دي إني تابعين أي كوريان رسولك عليه الصلاة والسلام إنه صحابة وكوريي علماء التابعين تي إني أتباع التابعين أي كوريان وحصل لنا مركب واحد لعذي أبا إنك يسي كورنا يا سوما بكر بن وائل وحو كوريا عن ابنه وائل أيوه وح كوريا يا بكر بن بكر بن بكر بن وائل سوماها وائل كاسي ويل كيسا بكر أيوه وحمان تمار كيسا أو كوريا وقد روى الكبار عن صغاري في السن أو في العلم والمقدار أو فيهما وعلم ذا فادا الله يظن قلبه الإسنادا وقد روى الكبار علم دتك واوينا وحي كوريا عن صغار دتك يرى في السن حق دادا او في العلم اما حق علمك كغير اما والمقدار هي حق قدرك هي مكانك هي شرفك او فيما اما لبضب خير با وعلم ذا مت كان اقونتي سئن لاوغادو قف كان راويغان انو قف كير كورينايو افاد وحوفا ايدي الله يظن إن لما لين قلبه قد انتي سؤال سناد أو قديه مثلا وحاق أرقتي صحابي تابعي كورنا حدادا أقول إن أي جرت الرواية الكبار عن الصغار وحالنا ميز إذا صح لا وحوي تابعي صحابي كورنا مثلا وحاق أرقتي الرواية الزهري عن مالك أرقتي سوما هذا أنا أقول إن جرت رواية الكبار عن الصغار وحلاه ضمي سنة كان وجد سيه سيد جاد له ومالك عن الزهري أو كلوا مرك إنا سيد الله من أقاط السيد أنا أيوه مرك أو صح أو ما أنت مرك يسا أو كويه هاي مرك حديث كتاب دي سأل مري نما ما لها سان أو كلوا إشكال وسجل كرنا وأكوي صح وأكوي كقولي جري كركي ده معناه وحوي سدان وطالو إشكالا إيمان كر روايات الكبار عن الصغار مركيته وإشكالا إيمان كر كركي ده صح يا القرية سهله أن لوجا شكين وعلم ذا كان علم جسنا أفاد وحفائذنا يا الله يظن إن الله ملينه قلب الإسناد سد هذا أو كله بكر ابن وائل بكر ابن وائل سوما مرك مركو إلين كي سكورنا تو حد سلالة سنة كوا قديسي هي أبا إن لغوري هي ومنه صحب عن أطباعي وتابع عن تابع الأطباعي ومنه أي من هذا النوع وحاكم إذا أو ما أنت رواية الأصاغر عن الأكابر وحاكم إذا
أخذ الصحب صحابتي وما أنتم أركيسا قاتيو عن أتباع تابعين توحك قاتي وإنما ما دونتا وتابع تابع وكقاتيو عن تابع الأتباعي أتباع التابعين تكوي سور راعي وأتباع التابعين يوحك قاتي مثال بكسيو كالبحر وما أنتم أركيسا نكي علمك بدك هاي عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم او عن كعب وكروايه البحر عن كعب روايه بحر ابن عباس او كعب الاحبار كل يراد او كورميو كعب ما انت ماركيسا ابن ماتع الحميري الاحبار دينين داوين بو اها لكن وقت عمر وسو اسلامي اسرائيليات كتب اسرائيليات كهانه وهو يقاني وعلم بدنا كل صحابة دين أحاديث أو كما قلي وارن الثقة وما أنتم أركيسا مخضرة ما دد حقا معاصرين إذا بدرن أي أفك كتاغ وما أنتم أركيسا وحان مناسب أهين كشقية حديث كيسان مسلم أيو كيالا وان العلماء أو توثيقيين marka dadad boo iska muhaasirinahay leeyihiin maartay inay maartay khaa'in oo ahaay Umar oo wax ka dilay iyo wax kalaam leedkaas ayay maanta markaysa ay ku hadlaan laakiin de culimadu hore la caasirto ahlul jarh wa ta'dil umba warkooda la qaadanaya ma ahane dadan boo gadaal ka yimid oo maanta markaysa iska ahlul ahwaa أيجا وركو ما أنت ما أركي سواحكم يجرو نعم كالبحر أو كبحر وكرواية البحر نكي بحر كها علم قبضاء ابن عباس رواية سو عن الزهر عن كعب الأوكوري وكالزهر عن مالك الأوكوري إيه وحي الأنصار يحيى بن سعيد الأنصاري أو لوذ مالك وري زهري يحيى بن سعيد الأنصاري والله شيخ وأوين وتابعين لراي كاميرا لابدوا ومشايخ دي إمام مالك وكوري لكن مرة واحدة على أيجا لفتوا إن إمام مالك يكوريانه مركز إمام مالك يكوريان أي وحين قلنا رواية الأكابر عن الأصاغر أي نقول نعم كالبحر أي كرواية البحر عن كعب وكوري كعب الأحرار أحبار وكوري وكالزهري وكرواية الزهري عن مالك واي ويحيى وكرواية يحيى الأنصاري عن مالك وكوري رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة أيضا هو نوع فريده صحابة تابعي وكورين يا صحابك عن النبي صلى الله عليه وسلم تاسو كلمات رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة أي كوريان نعم وحي الشيخ وما روى الصحب عن الأتباع عن صحابة فهو ظريف للفضيل ألف فيه الحافظ الخطيب ومن كل الوجود لا يصيب كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء عشرون أثر وما روى الصحب صحابة وحي وريان عن الأتباع أي كوريين عن صحابة أي كوريين مركا تابع يا نحن كجرو لما صحابي يا لما تعرف كجرت راوي سنة وصحابي شيخ سنة وصحابي مرقى فهو سو ظريف المد وناكسن ويو اد يوحي سنعو للفاضل انك فهم ماذا له وارين معناها اد ان اولع يرتهيئو انك وح مارتي اسانيد يوحيالها ما انت ماركي سلوكات كرب الو باربارو وأرين آد يا آد ما أنتم أركيسا ظريفه آد أم عمال ألف فيه الحافظ الخطيب كتابه كألف حافظ الخطيب البغياد
إمام هذا الفن فن كان حديد كي مصطلحنا حد وانك أبو مؤلفات بدل سيد أبو بكر نقل أويري كل من أنصف عرف أن من جاء بعد الخديد هم عالة على كتبه قفك أمارتي منصف كأه أستغل أن معنقق أن أهين إيادتك حق وذي علمك وذي أن كان كرين وحو أرك إيادتك علمتي كدم بيسي مارتي خديب البغدادي علمك الحديث وحكا ألفتي أنهم عيال على كتبه كتبتي سيد رسار كوين عيال وحوي محلو إلى عرورت دي عيال ودرسار واي أبوه يقفك كتير سنين كل قد سمى مولي كرا تتك مصنفين تارا كمان مارمان خطيب البغداد كتابك آد مصطلح أشوه روبي قول لي هذا معرفة علوم الحديث ابن الصلاح وليه حقيمه وكوكاني بدن كيتك مؤلفات الخطيب علمي كفر فرنسنا أيو مارتي أوسو أروري جمع شتات مؤلفات الخطيب ولسيد حق الحجر أوليري وحي خطيب البغداد كتبتي سكر أوسو أروري وحيالا بدنا دي فرائد دي سانين هدو حوها ابن الصلاح دي أسأل لفتي حديث كان آدي آدي يقانا ننسى لفي عقيدة وناكسن فقيه شافعي وين لغوي من هذا وحوا بحر بحورة أصلاً هذا وحي قرأ حديثي إلى فهم حديثي أو كان هي كتبك الوحي أو كا وأضي فيه سمع مركا وخليل البغدادي وننكاسو علم الحديث كأب بسليه فن أو فنون تاس كمدة أو سن كتاب كألفين أي سلمان تبارك يسا أي سنجيري مركا وحو حكا ألفي وحاكم إذا رواية الصحابي عن التابعي عن صحابي آخر أيو كتب كألف وح الله وحو كسو أررت هذا كتاب إلو كألف وحاهل كره من حفظ يسا أبلاري أسانيد إيو متونتي وحاسو لنا حسوس إيو ذكاء إيو فهمت إن إله يمسكحنا إله يقولي سبحانه وتعالى مركا كتاب كاس سوء أروري ألف فيه الحافظ الخطيب يا كتاب كألفي أو كتاب كألفي أو كأرورنا يو أسانيد رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة ساسو أكلته ومنكر الوجود إنك إنكر إلي أرنت أجرته لا يصيب ما أصيبين قال وحيلا ما بجر تبع رواية الصحابي عن تابعين عن صحابة فما بجر تبع وحال ما أصيبين وحال أكرته إن إطلاع عيسى وقابن يهي مسا خبراء وسلمان تم أركيس أولا هاي مسا أسوق كباران دقين بحثي إيو إحصاء كسمينين إنو جوابت ولسو دق دقي تاسا لعكرت مثال كسائبين صحابك صائب ابن يزيد ابن سعيد الى ابن ثمامة اي ان لوارق صحابه المدينه كل ما تنك قدام بيه واي اي حديث حق عن ابن عبد وعبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر يو حديث ما انت ماركيسا كوري من نام عن حزبه او عن شيء منه حزبه وحاله يراه قفك راتب كيسا اللي راهنا وردك قفك وأخرسته ما يقرق عاتك تا قرآنك ما يقجس أخرسته أذكارت محاصة من ستا قفك مؤمن كان ملتزم كان حزب الآن إنه جوغ ما نرش دور لها سكي يعني صنكو إلى حد آت كل هذا على الأقل 3 أيام من كل شهر صلاة صنكو وإلى حد كل هذا وغيران مركب معتدلاتها 40 ركعة هكي ريسان 40 ركعة عندي كإيماني تضبيته هو فرائش لبي يتغنى وحوي والرواتب تصل لذا أفر قبل الظهر لبك دم بيس سوما لحمتها
لما صبح كهر سديد متى لما عشاء كذا مس لما مغرب كذا مس لما يتوقع كاس اللي يرقف كي حفيدة بيدا جنة الله رسام مال بيقو بس كده لما يتوقع يتدو يتوقع ما قوى لا تين سجال بحال كده تكو يتوقع سنة الليل كوتر كقدر سما راتب كاغ انت سواء انه كيرا انه قيم حول قفك اله رديسا 40 يوم قرع قفك سواء محظوظ او لا وحزبك صلاه انت معتدلك قرانك مركا او يرى تجس اما لو جس كدغ اما سدح جس كدغ مركا بس تدب قرانك وكوسي معاناني لكن كسي هدي اد هاجرت واختر اذكرت راتب سمس صلى الله عليه وسلم بقول يا وحي كبدر لا اله الا احد لا سر من كل احد بقول يا وحي كبدر تسبيح لبقول لا اله الا كبدر راتب حزبي قفك انه سميستو صونك ويران سدح بر سميستو اما خميس مارت سنين راتب كاس قفك مركي او سميستو وحين نقول يا قف ما انت معركي سا ملتزم مركبه سو قاد قفكي همينك حزبي سي ما حد كو اخر جيت ثلاثه الكبرى الحزب مسجس مس ثلاثه مقرات ما كو اخر جرتي او عن شيء من فقراء اخر ما بين صلاه الفجر وصلاه الظهر كتب له وحل له قرا كانما قراه من الليل سوى همينك اخري همينك مشغول على نقطه واحد وستي قفا كاجرني وديل منيس احباكم مشغول برقد يا سوق الله هنا يا مركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كمين كتو كور دمان تلويت ورعو تكن جرح عليه الصلاة والسلام وحلو قرى يا مركة كأنما أضو حلي آخر شيء حلو دلس هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ورد شكورا همينك يا مالنت بدل إسكان أضو غفك شكرا هديع عمل المالنت قبجرت أو كاتغو حاو كدب الجي إلا همينك مالنت وخليفك يا وبدل كيه عمل مال انت اهمينك قبل دوكاتك مال انت كده بقي خليفه كايا سوما مركا حلقه وحلقه قاتها سنويك الرواتب توال سو قضايا دو ذكر او كاتك مثلا بقول لا اله الا الله وحده لا شريك له البكاء لي جرت ما انت لو ذاك مشغول بر سو قضايا حرا وحاجه اني مارت سكوكا دبردين هينو سيده خولها لو الى شدو أيال ربا الدين تأي عبادة إيا إن الله إلا شدو نعم مركا حديث كاس وحواي وحالة قوري وحالة قوري سائب من يزيد صومها عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب سائب يزيد وصحابي عبد الرحمن بن عبد القاري وتابعي عمر بن الخطاب بن الحوي وسحاب الواي نعم وما روى الصحب عن الاطباع عن سحابة فهو ظريف للفضيل ألف فيه الخضيب الحافظ الخضيب ومنكر الوجود لا يصيب كسائب عن ابن عبد عن عمر ونحو ذا قد جاء 20 أثر وما روى الصحب وحوري عن الاطباع عن صحابه اي كوري فهو ظريف ومدمعان واد يضحي صبضا واي للفضل انك حاذق اي فهم ماذا بضن اي حريفك ارنا واد وحسيو اي نكتك اي وحيالا غرا ابتا جعل واي الف فيه وحاكو الف كتاب الحافظ الخطيب خطيب البغدادي كتاب كالفي ومنكر الوجود منك انكروي المجر ترى لا يصيب ما اصيب ايو كصائب كحديث صائب بواي صائب بن يزيد ويا علي بن عبد اي عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال وحوي وقبيل مشهوره حق شيشك ايو مارتي فلا راه مركي توغليان بقول كيما بقول له هلواي وحي معروف كو اهايان اصابه الرمي إني مارتي توكت يشيش كي يخطبكو أهايل عن عمر وكولي وأنا حديثك هذا عن شيغني وايه ونحو ذا وحى وحي لبدنا قد جاء وايمين مقرتي 20 قد جاء وحايمين 20 أثر
labaatan aثar oo xadiid ayaa طariiqadaas ku yimid oo lagu wariyey oo شhaarix hadda miثaalo badan ayuu ka bixiyey رواية الأقران هذا وحيد الرواية دي هو رواية الأكابر على الأصاغر رواية الأقران وادت إسلافع إنه وحيس كوريا أيضا الجادة دي خلاف سنته وحي هذا أصل ك دتك ودتك يرير دتك إنه كوريا يقف قف كفاع إنه وح كوري ما بدنا مركه هدي له له أيضا مركه ونقطة ما أنت معركه صحيح صلاه مركا حسد مدن واي ووقعت رواية الأقران وعلمها يقصد للبيان ألا يذل الزيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو أو والحدر أو إن يك في الإسناد قد تقاربا والسن دائما وقيل غالبا ووقعت وين لحظة معنى وجدت والها رواية الأقران ضد اسكفاء وحسك ورنا يا والها لي وصحابة وأقران صوما سيدة عائشة يا أبو هريرة أيوا أيوة كالورنا يا والها لي ووحنا عليه صحابة تابعين توحك ولا ورنا يا واو لها لي أتباع تابعين سيدة كالي مركا هذه الله له ووقعت وين عظ الله له رواية الأقران وعلمها أقاشد إذا محل برنا وهاي يقصد وحل قصدي للبيان إن لعدي الله يظن إن الله ملين الزيد زيادة هم في الإسناد زيادة إن الإسناد كجرته أو إبدال عن إن لقوا بدلوا بالواو ماشاس إن مارتي عن إن بدل كد إن يواو ذا الأيتمت والحد حد كيل رأوا وي أركان وحيكو حديين ما قرت ها إن يكوا إنو أهادو في الإسناء إن يكوا إنو يهي أقرانتي إن يكوا إنو يهادان أقرانتي تقاربا قد تقاربا كو إسلو إسكلو هذا في الإسناء دي إسناء كي إيه والسن سن دائما ولي قدبا وقيل غالبا إيالي هل كانت حنوشة مركر وحودة يوت الرواية الأقران وحجر تواي واي محل الله برنا هذا له سوما محل الله برنا وحال الله برنا مثلا وحال أركتي حديث لبنوا أقران أي كلاورنا يا فلان عن فلان مثلا قع النبي أوكله أياد حارة أسوق الشافعي وحكى ورناي شافعي أو حكى ورناي عن مالك قال له مركا وحال الرباء إن لهم لا يو إن أنزلت كان زيادة يسكت الأضلهم وشافعي قعنا بالوضع وأرددي مالي معناها ماشا أنت كجرت وحواي إن تهمارتي حدثنا الشافعي والقعن بإني تو ماشى عن تاني واو إني تان وامتاز أما إنا لديهين سنة كان زائدة كجيرو أما زيادة قعن بي أزائدة أما شافعي أزائدة وزنة كان زيادة كجيرتاه وحاوي لبضان واسكفاع مكة ورنا يعني شيخ المالي يكورنا يعني سنة كان زيادة كجيرتاه تاسوها إيه هذا لو حولها محار وقت الأقران إلى هذا حد كذا يتعرف كذا وحولها هي وعدد حقه إسناد كأسيقلو معنا وقتها شو يأخذ أي وحكا وريان أيا إسكو مذأة تقاربا في الإسناد سوما إيه دا هذا لو إسيقلو يهين دائما لكن وحالي حكرتها اللي يري دا هذا قسم ما هنا إسناد كأمبا مهمة دأدوا غالب سمعتوا حني حكرت لونن أنن إنه حرن ماذا حديث كوبلا وصدر نشان يتمن جر إنه رواية ضي سماع وكوبلا يعني كان واقوي سد الجر وكان واشان يتمن جر وكلوي سوما لكن وقت أي مشايخ وحكم مقلان أي إسلام ده مرك حد سنة كواس كفع لكن دأدي كلوي وأنا جرى علماء دد وين أيقوا أصاح رئيسي
وحديثك بالعبي ده وحبا كميدة شعبة نكا أن أمير منه في الحديث مركو يرى حديثك الرواية سما بالعبي سدو أو شاوي مركو روحان إن أديبه أو شعر الله سعوده أو شعرك كحفظه مرضاً بقوا نحوغا وينالي ولكن أدبك اللغة يقان وحديثك أسوجيست مركز وحي لغتي طابع انت يا يرى ام وحكوري قتاده ايو ما انتم اركيسا رجله ميد ايو ايو وحكوري وحوضه هدي ان وقته حديثك بلاولها رك تابعين هو وين او سيد الشعب او كلي ايا ما انتم اركيسا وحكم قال لها تاسو مرك الى هذا سو ما مرك وحوي معنا وحن كوضا ضدك وحال لحكر تأييقو دألك لوي حق الطبقة إسناتك إنه إسقى فعيهين سادرتين قسم ماهم إنه إسنك إسقى فعيهين أقرانته وحن مهيمة حق مشائخ ذا مركي وحكورنا يال إيه وقتك حديثك الضلبان إيه مشائخ ذا يكورنا يال إنه إسقى وقيهين وحاولنا وقع رواته وعلم يقصد اللي بين الله يذرنا إن اللهم لأن الزيد زيادة في الإسناد إن كجرت والله بضان لما تلو حارتي حديث حارتي أحد بن حنبل على علي بن المدين أم أحد بن حنبل عن يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد بن القطان إن أظلهم زيادة كجرت أما أظلهم ماشان عنت كجرت أحد بن حنبل عن يحيى عن علي بن المدين عنت وقوى أي أظلهم وحي أحمد بن حنبل وعلي بن المدين أيها ما قرأت الله يظن زيد في الإسناد أو إبدال عن بالواو إن واو عن ترميشة الله إني أصل كذا واو أهايو واو لقسوة بدل قات والحد أحد كينا بقران محالي لذا الرؤو حكو أركين إن يقوى إني أقرانتو أيهين قد تقارب كو اسكله هذا في الاسناد حق سنتك اي وسن هذا دائما مرك سنتك ولا اسكو فقسيه لكن سنك واسده غالبك دائما ولغد وقيل غالبا عيالي سنك وحكا كافيه ان غالب ايتام مر ودع كرتا لبن انه كلا واوين لكن حرمده اسلم مر بالله وفي السحاب أربع في السند وخمسة وبعدها لم يريد وفي السحاب وحاقسكنا أربع أفر أو في سند نقصكنا هل حديث كوضا ورناي والسند كاسر أوام حي نيلا إلى صائب بن يزيد وحقنا حويد بن عبد العزي عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب مرفوعا والنبي حقنا ما جاءك من هذا المال من غير إسراف ولا سؤال فخذه قاضي وما لا فلا تتبع نفسك عمر وحياد ننقل عبدانه مركي أو نبي أو وحلس يفيق بوحل قيبنا أو وحلس يوحل يجري يعني أفقر مني اذكروا أني اللي ذا تسي ابن تيمي وحول هذا صحابة وين إيمان كوضو أو بدنا ولقد وحنا بقم سؤال بل وحو سيئي وحديجة سيد عمر عدك لسي أما ذاتك الغلية النبي وحو يدي سنة يانو سيد نك أعرابي وقوئيس كجاحي وضد الإيمان كو ذو حيوك بضين أعرابي وحيالها لكن صحابة واوي ما قدر بضنا وح مبعي ويدي سجرين با ما قدرت مرك عمر مركو يرادو قف كلاسي وحريجري مجد أليغا حالها وحي إلهي كو كيرو أليقون أليقا أن ويديسن أنا هنقل تأجيله أن فاصل هنا مال وسيء أن قلبك كان هنا كوي ماذا خذوا مركز مال كاليقو وحي كلنا نفت هذا مركز الرأسين عبد الله بن عمر منهج كاسو قاد الجلو تدو احنا ويديسين جيرين لكن وحي حالها وي ماذا وسيشرف وي ماذا وقاد الجري واحنا وصدقيسين جري واحنا واستعمال جري مرك حديث كاس أفر صحابي أسك أدن بيس وخمسة تنو ويسو أرارتي شن صحابي يحجي كلا ورينيس حديثه كان أولي عبد الله بن عمر عن عثمان عن عمر علي بكر الصديق عن بلال
قال رسول الله الموت كفارة لكل مسلم، لكن حديث كاسم بعض أنصحين إنه من حديث بلال الباني موضوع أبو كتل المامي، قال من حديث أنس أسأله ما أوصل أنصحين، ولكن حديث كان حديث صحيح هواي. وفي الصحاب أربع في سندي وخمسة وبعدها لم يردي، وفي الصحاب وحاكسوا أربع نفر وفي سند كجر إي وخمسة شن وفي سند كجر ذا وبعدها بعد خمس شن كبعد لم يرد ما بس هو أرور أما لم يوجد لم الزيان. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق. فمنهم من الصحب ها بايو حنكبه ذي، فإن روى كل من الفريقين من القرينين عن صاحبه فهو مدبج حسن. مدبج هو نوع رواية الأقران كم ذا تدسك فعوه وحكى لوري، لكن رواية الأقران تبحال هذا هدو قف أنكيك لو حكى وري، لكن كن كلا أوسن أسقى وحكى صوري ورواية الأقران. لكن هدي إسراف صدان أو مثل أحمد بن حنبل أي علم المدينة كوري علم المدينة أحمد بن حنبل وكوري مركز محالي دار وحب دبج عيالي ورواية الأقران، لكن مركز إسراف صدان محالي بحذي مدبج مدبج. أنا حافظ كوحو كعبري ديباجة الوجه وجه نبن كيسي أيه كتمدو كأنما يقول لبدو ذا نبن إسيسيي واي. فإن رواه وكل جري بيقوني وما روى كل قرين عن أخي مدبج فحرفه حقا إيش وانتخيه وكل جري بدل عراق وكسوقات اللي جرين في بنظومة سبيقون. فإن رواه دوري كل من الفريقين عن صاحبه هذو كولي فهو أسبنا مدبج ومدبج وحسن وناس مدبج ده وحقر حواي سواء فن ظرفه لمن يقول كالورين اي روايه كجره ووحق الرحمن واير فهم مدبج حسن. نعم دي امثله دي انا وابلنت هيو اسقى بكو شيغاه. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق. فمنه اي من المدبج وحاكمه في الصحب اي في الصحابه صحابه مركي مثال كوده روى الصديق عن عمر أيو كوري، ثم روى الفاروق عن فريو عن الصديق أيو كوري. معنى لو ذا رواية ما أنت معركي سأسرع صديق واي. فمنه في الصحب روى الصديق عن عمر ثم روى الفاروق. فمنه حاكم ذا من المدبج في الصحب أي في الصحابة حروى هذه روى الصديق ها. فمنه في الصحب روى الصديق وحوري عن عمر ثم روى الفاروق أي عن الصديق يكوري. وفي اتباع عن عطاء الزهري وعكسه ومنه بعد فدر. وفي اتباعنا عن عطاء أي الزهري رواية الزهري واي ما قرأت والمدبج في التابع اتباع اتباعي هذه اتباع تابعينتي رواية الزهري عن عطاء إياكم مد أواي رواية الزهري عن عطاء إياكم مد وعكسه روى لم يدو إنه عطاء وزهري كوري. ومنه من المدبج بعد التابعين ما قرت تابعين توحي كدم بينا أمثلة إياكم مد ومنه حاكم مد من بعد التابعين من المدبج بعد التابعين ومنه حاكم إذا من البدي بعد أي بعد التابعين خبرك واحد في أمثلة أمثلة كلو حيث وقاتل أحمد بن حنبل يعلم المدينة يؤكل ورنا مثل مالك يؤزاعي ويكل مارت اسبدلنا وحيارها سلم بيس وقاتل مركب. ومنه حاكم إذا من المدبجي بعد اي بعد تابعين امثله اخرى امثلك يا كمل مثلك ليه فدر اوغابالي. فتارة راويه ما متحد والشيخ او احدهما يتحد. فتارة مر راويه ما متكي وحكوا الرجال المتحدون واي
والشيخ شيخ أو أحدهما أنا أما سوى والشيخ شيخ أو أحدهما بتكون يتحد مدبش كمركي كالورين عيان مثلا وابكسوا أقاد أحب بن حنبل يحيى بن يحيى علم الدين كالورين عيان مروحة لعكرتا إن لبدو ذبا أي كورنا يعني يحيى بن سعيد القطاع سوما أو معناه ياي علم المديني عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطاع أما أحمد بن حنبل عن علي المديني عن عن يحيى بن سعيد القطاع أما علي بن المديني عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد القطاع مر معناها راويه ما يتحد ما قرأت نك كورنا يا يجا وأرده جودة إيه والشيخ والشيخ يكورنا يا مثلا كما سوقات كما سوقات أبو داود كما سوقات ب من أرض يوقع على المدينة أحد بن حنبل ب مسلم هرت على أحد بن حنبل ما بقى وكوريه والغياب بخاري أنا والله ما ذوق كواريو. مثالها حديث البخاري وكوارنا يا كذا لعده أحمد بن حنبل عن علي المديني عن يحيى بن سعيد بن القطان. أما بخاري عن علي المديني عن أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد بن القطان. ومثال أرضك هذا واقي واقي وبخاري شيخنا واقي. أي لبذا متكسر يحيى بن سعيد القطان سوما مركا مدر البابا شيخ يس مركا وكورنا شيخ وكورنا أيو هي أرضك كورنا أيو لبذا هو متحد أو أحدهما متكودا يتحد أما أرضك كودا ورنا أيو أي متحد نقول أيو أما الشيخ أي ورنا أيو أي متحد نقول أيو فتارة مراويهما متك كوضا ورنا يا متحد واي وأردق هذا والشيخ والشيخ أي وحكور رايا المتحد وأكو أنا يمكن مثال أردق أنا بخاري إلا بخاري إلا بعض أردق وياه ومشايخ ذي سيس وما أي شيخ خذنا يا واي ما يكمل إذا مشايخ ذي حبن سعيد القضانة مع عبد الرحمن المهدي أما مارتي أي كمل إذا ساس وكروان والشيخ هو أحدهما أو أحدهما متكوذا يتحد أما أردغا مثل القناية مساء شيخ هذا ومنه في المدبج المقلوب مستويا مثاله عجيب مالك عن سفيان عن عبد الملك وذا عن الثور عن مالك سلك وحير ومنه في المدبج ومنه حاكم ما قرأت المقلوب ومنه حاكم إذا في المدبج مدبج كنحدي سأل المقلوب مدبج دي السنة مستويا حاله يا مد سنة أن علق يضح في عن لهين مثال مثال كسنة عجيب أو يهين مالك كمالك أوكل عن سفيان الثوري أو حكوري عن عبد الملك يا عبد الملك الجريج عبد الملك عبد العزيز بن تروح قوري وذا كاسنا عن الثوري او هذا ثوري يا لقورنيا سوما وذا مت كان عبد الملك له عن الثوري عن مالك وكورنيا سلك طريق اسوا لقات معناه ومحي حديثه وحا ارقني مالك وكورنيا سفيان الثوري أصلا محوك ورنا سنة تقول عبد الملك بن عبد العزيز عبد الجريج يوك ورنا يا وحا أرنا مركلة عبد الملك قال لفتيسة أو سفيان كورنا سفيان الثور سفيان إلى عبد الملك أصلا مركي هو قدم بي حتى أصلا هو سفيان الثور وكور لي مالك قدم بي سماه مركز سلك مركز طريق أسوأ طريق لقاضي أو نقضي أو مقلوب كي الله في كينا يا ما أهم ما قرأت مقلوب كي حديثك
إبدال الراوي ما بالراوي بيقول بدلها قلبي معه قلب إسناد اللي متن قلبه معه وحوي سنة كيسو مركو روحوها مالك عن صفيان عن مجريجوها حتى لو حالة للسنة كلو ابن جريج عن صفيان عن مالك عن هلا مركو مركو عجيب واي مركو ومنه وحاكم إذا مدبجك المقلوب مثل دبجدي في المدبج مدبج ماذا لو دبجدي مستويا أصواسنا أو حبا اللهين ضعف من اللهين مثال هنا عجيب واي ومثال عجيب الله يابو حال أركي كمالك كرواية مالك عن سفيان عن عبد الملك من الملك جريج واي وذا مثل عبد الملك قال عن الثوري وكوري عن مالك وكوري سلك طريق على المركز طريق القاعدة أيه الرقضي والله أعلم وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بر إن شاء الله تعالى.